صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة من خلال شبكة ان تي ان وقناة ناي لايف. أهلا بيكم معانا النهاردة، هنكون موجودين معاكم لمدة ساعتين مباشرة على الهواء. هيكون معانا فقرات كلها ليها علاقة بالأحداث اللي بتحصل جوه مصر وكمان بره مصر. قبل ما نقول ايه فقراتنا النهاردة، صباح الخير يا عايدة. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير على كل السادة المشاهدين. 22/10/2011، يا رب شهر 10 يعدي بسلام. يعني بنتمنى ان يبقى كمان في اخر الشهر في احداث ايجابيه عشان كده نعرف نستعد للانتخابات اللي هتبقى في شهر نوفمبر. صباح الفل مره ثانيه. صباح الخير عايده، صباح الخير يا ساره، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد. دايما بنقول في امل وتفاؤل لبلدنا مصر ان شاء الله، بس انا عندي خبر مش لطيف. طبعا اكيد حضراتكم، كتير من حضراتكم عارفين طبعا انه الإعلام المصري ونهارك سعيد ونايل لايف بتتقدم بخالص العزاء للكاتب والفيلسوف والرحالة وصاحب العمود المتميز لعدة سنين أنيس منصور، رحمه الله، توفى امبارح. عندنا فقرة خاصة بالكاتب الكبير والأديب الكبير أنيس منصور. هيكون في استضافتنا النهاردة الكاتب سليمان جودة، رئيس تحرير جريدة الوفد اليومية. هيكون النهاردة بنتكلم عن مشواره الأدبي والفني وكلام كتير قوي، أكيد حضراتكم هتستمتعوا بالحوار عنه إن شاء الله. كمان عايدة هيكون معانا فقرة لرانيا سيد مراد، هي أخصائية تخاطب والنطق والكلام. يمكن في ناس كتير جدا، مش كتير جدا بس في أطفال بنشوفهم وفي كمان كبار بيبقى عندهم تلعثم وعندهم صعوبة في النطق. النهاردة هيكون معانا فقرة عن الموضوع ده، لأي حد عنده سؤال في ذهنه نفسه يكون له إجابة إن شاء الله في الفقرة دي يكون عندنا إجابات كتير لأسئلتكم. ده طبعا بمناسبة إنه إن إحنا اليومين دول بنمر باليوم العالمي للتلعثم والتأتأة، فهنبقى محتاجين نعرف تفاصيل اكتر عن اليوم العالمي وكمان عن الاطفال اللي ممكن تكون بتعاني من ده وازاي نقدر نتحاشاه من بدري فيبقى كبار ما عندهمش مشاكل بالتبعيه. الدستور المصري اكيد حضرنا كلنا، تابعنا الاحداث. الدستور اولا، لا الانتخابات اولا، تن وتن. المهم وصلنا انه خلاص الانتخابات اولا، مش عارفين بقى بعد الانتخابات هل الدستور قبل الانتخابات الرئاسيه ولا اثناءها ولا بعدها. كلام كتير حصل على قد ايه الدستور ده حاجه مهمه. في نفس الوقت الناس بتقول يا جماعه احنا مش بنخترع العجله من اول وجديد، we're not reinventing the wheel. الدستور في نماذج في العالم كله ممكن ناخد منها، ومن ايام اول ال 18 يوم كان كل فقهاء الدستوريين بيقولوا على فكره في مليون نموذج للدستور وفي مليون مقترح للدستور. النهارده معانا اتنين من الطلبه اللي عملوا نموذج للدستور وهنعرف تفاصيل منهم اكتر، هم خريجي كليه اقتصاد، هم في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، هيقولوا لنا ايه النموذج بتاع الدستور اللي هم عملوه، يقولوا لنا تفاصيله اكتر. ويا رب هو علشان ما يبقاش عندنا اي مشكله لما نقول احنا عايزين نعمل دستور يضمن البلاد تبقى فعلا عايشه حياه ديمقراطيه وصلاحيات الرئيس تبقى مفهومه ودور مجلس الشعب والشورى مفهوم، كل الكلام ده تبقى فقره مهمه جدا عن الدستور المصري الجديد. سريعا عندنا اخر فقره النهارده كمان مع الاستاذ محمد هاشم المصور الصحفي والمصور في المصري اليوم، هنتكلم فيها عن مشواره الصحفي والتصوير الفوتوغرافي. سريعا هيكون معانا حالا الاستاذ عادل الصنهوري مدير التحرير العام بجريده اليوم السابع، فقره الصحافه. نهاركم دايما سعيد.